عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا جيت اليوم باش نعمل لكم واحد ستوري باش حتى نتوما شويه تعيقوا وتردوا البال على هذا المشكل اللي غادي نوري لكم. نبدا لكم بعدا. انا راه عايشه بوحديتي في الدار، بون انا والقط ديالي. عندي حاجه واحده اللي خدامه 24 ساعه على 24 ساعه، 7 ايام على 7 ايام، اللي هي الثلاجه، فحال كاع الناس اللي ما كنحيدلاش البريز اصلا. عندي جوج فرارن، واحد صغير واحد كبير، مره كنخدمو مره لا، على حسب. لابادوره اللي هي ماكينه الحوايج كنخدمها مره في السيمانه حتى كيتجمعوا الحوايج، او مره في 10 ايام حتى كيتجمعوا لي الحوايج، عاد كنصبن فيها. بالنسبه للبولات، البلاصه اللي كندخل ليها كنشعل البوله ومن بعد كنطفيها، يعني ما كتبقاش عندي مشعوله بزاف. لا غريبه في الامر، هو انا اصلا كل شهر ما كنوصلش 100 درهم، ما كنوصلش. وقيلا اعلى فاتوره اللي خلصت هي 120 درهم، ولا اعلى حاجه للفرار ما كيوقفوش، والضو كنت ما علينا، اغلى حاجه كنت خلصتها باش تجيني 1000 درهم. 1000 درهم وزياده راه ما يمكنش. ولكن من بعد هزت الورقه وهبطت باش نتاكد، ما نعرف يكون شي مشكل ولا تكون ماشي المكانه ديالي، غلطوا في الارقام شي حاجه تما. مني هوت لقيت المكانه ديالي، ديال لابارتمون ديالي بسميتي بكل شيء، ولكن كاين تماك واحد الحاجه. هاد الحاجه هادي انا غادي نوريها لكم دابا باش تردوا ليها البال، باش حتى نتوما ديروا فيها اتونسيون، حيت راه بزاف المواطن مسكين. الا كانوا المسؤولين ما كيهتموش ولا ما كيديوهاش في الخدمه ديالهم، المواطن هو اللي كيخلص وكيبكي وكيشكي. شكون اللي حس به؟ ملي كيمشي تشكى كيقولوا له خلص عاد دوز نزل الشكايه ديالك، خلص ودوز بكي، خلص ودوز عمل الشكوى ديالك. ايوا حتى لين، واش هادي عدم المسؤوليه؟ واش نصب مقنن؟ واش عدم الاهتمام بالمواطن؟ واش كتكونوا واعيين بعدا بداكشي اللي كديروه؟ واش كتكونوا منتبهين؟ واش كتكونوا ما فهمتش شنو هادشي هذا، ما فهمتش. علاش نتوما تجيو تغلطوا ولا ما منتبهينش ولا ما ناعسينش مزيان ولا الله اعلم شنو تكون عندكم، ونجي انا نخلص لكم الهفوات ديالكم المهنيه؟ واش انا كنحفرهم؟ واش المواطن كيلقى الفلوس مع رجلو؟ واش هو باقي كيتشكى من الغلاء المعيشه اللي تجيو نتوما تزيدوا لنا في حاجه اخرى؟ انا ما فهمتش هاد المسؤوليه. المهم انا دخلت دابا باش نوريكم شنو هو المشكل، او في كاين تقصير، او في كاين عرفتش، والله ما عرفتش ما نسميها. انا وصلت للدار دابا، الا ما هضرتش انا حتى واحد ما غادي يرد البال، يمكن كاين اللي كيفهم كاين اللي ما كيفهمش، كاين الله يكون في العون، ما كيعرفش كيفاش كيمشي نيشان يتشكى. هانتوما هانتوما شوفو، هادي لابارتمون ديالي، لابارتمون 25، هايا منال الصديقي، ياكي هي هادي لابارتمون، هادي هي المكانة ديالي. شوفوا إذا جيتوا من الفوق هنا غتلقاو 2271، اللي هو البيان الحالي، اللي هو أنا عاملين ليه هنا البيان الحالي. فين هو؟ هاهو 2667. شفتوا شحال الفرق؟ شو من 2271 ل 2667، ياكو البيان السابق كان عندي 2112، اسمحوا لي، الفرق 555، ها هو الاستهلاك 555. شفتوا هياك وبينه ها هما واجب اداؤه 1005 دراهم سيادي. يالله شوفوا الا جيتي لهنا تشوف الاستهلاك ديال الاشهر السابقه، ها هو 78، 168، 53، 101، 121، 555. الله يا ودي الله يا ودي، اش هاد القفزة النوعية؟ اش هاد الماراطون اللي ماشية فيها انا؟ دابا شكون مسؤول على هاد الشيء؟ الشيء هذا شكون مسؤول عليه؟ انا عقت مواطن الاخر البسيط، كيفاش غيدير؟ دوز تبكي من بعد، دوز اولاد دوز خلص من بعد دوز تبكي.
دابا شكون اللي مسؤول؟ واش هذا تقصر منكم؟ شفره ناصب عدم انتباه ماجين ما فهمتش انا شنو هاد الشيء هذا. دابا شكون اللي غادي يشوف هاد الشيء هذا؟ شكون دابا شنو غنديروا حنايا؟ حنا دابا حاليا في سيبه اقتصاديه مغربيه ولا عالميه، سيبه اقتصاديه، حنا عايشين اصلا في الغلاء، غادي تجيو تغليو على المواطن بهاد الشيء هذا؟ دابا صافي قضينا مع السكر والزيت والطحين والليسانس والماء والهواء، صافي بقى مع هاد الشيء هذا، بقى الضو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا اللي يجيه الفاتورة غالية يمشي فيريفيو يشوف شنو.